بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم يا شباب راح نحكي عن الجمل الشرطية وجمل التكرار بلغة البايثون. بالبداية راح نبدأ بالجمل الشرطية. أوكي. الآن جملة الشرطية أو جملة الإف ستيتمنت بالبايثون تكتب على الشكل التالي. تكتب إف كيورد أوكي ولازم تكون سمول لتر متبوعة بالشرط أوكي. هذا الشرط بيكون جوابه يا ترو يا فولس. بعد هيك بنحط نقطتين فوق بعض اوكي. وبعد النقطتين فوق بعض الشباب بنكتب الجمل التابعه للاف ستيتمنت او الجمل المشروطه. اوكي شباب، الان السؤال تاعي شو هي الجمل التابعه للاف ستيتمنت؟ الان الجمل التابعه للاف ستيتمنت يا شباب بنقدر نحددها من خلال ايش؟ هذا الاندنت او هذا الفراغ. وبالتالي اذا كان في اندنت او في فراغ هذا بيعني انه هاي الستيتمنت ايش؟ تابعة لهاي الـ if statement. وكمان بما أنه هنا في indent هذا بيعني برضه أنه هاي الـ statement تابعة لمين؟ للـ if statement. وبما أنه برضه هنا في فراغ أوكي هذا بيعني أنه هاي الـ statement تابعة للـ if statement طبعا إلى آخره. أوكي، وبالتالي يا شباب الـ indent أو الفراغ هذا أوكي فعليا هو بمثابة أو من خلاله بقدر أنا أحدد البلوك أوكي اللي تابع للجمل الشرطية. أوكي أوكي شباب، الآن كيف الجملة الشرطية تتنفذ؟ أوكي، الآن لو سألتكم شو الجمل التابعة لهاي الـ if statement راح تقولوا لي هذول الـ statements. كيف عرفتوا؟ من الـ indent. أوكي، معناته هذا البلوك أو هذول الـ statements هن تابعات للـ if. الآن بناء عليه أول ما نشوف if أول خطوة شو بنعمل؟ بنفحص الشرط condition. شرط تاعي هذا جوابه يا true يا false. الآن إذا جوابه true معناته راح نروح ننفذ هذا البلوك، وبعد ما ننفذه ونخلص نكمل تنفيذ. الآن لو الشرط كان فولس نعمل جمب عن هذا البلوك وبنكمل تنفيذ، وبالتالي بناء عليه هذول الجمل راح تكون مشروطات أو تنفيذهم راح يكون مشروط بالاعتماد على مين؟ على الكونديشن. أوكي، خلينا نشوف مثال. واحد كتب هيك: if sales أكبر من 50,000 نقطتين فوق بعض بونص إيكوال 500. أوكي، بكل بساطة هاي عبارة عن جملة شرطية. لو سألتكم شو الجملة التابعة لهاي الجملة الشرطية؟ لأنه هون في indent، لأنه هون في فراغ، معناته هاي هي الجملة المشروطة. طب وين الكونديشن؟ هذا هو الكونديشن. طبعا لاحظوا ما فيش داعي نحطه بين أقواس. أوكي، بنحطوش بين أقواس. بدناش ننسى النقطتين فوق بعض يا شباب، أهم نقطة هاي. وهذا الاندنت الفراغ اذا ما كانش موجود اوكي بعطيني سنتكس. الان كيف الكمبيوتر بينفذ هاي الاف ستيتمنت؟ بكل بساطه اول ما يشوف اف ستيتمنت طوالي بفحص الشرط. الان هذا الشرط جوابه يا ترو يا فولس. الان هل السيلز اكبر من 50,000؟ اذا نعم كان به راح ينفذ هاي الجمله، راح يعمل البونص ايكوال 500 ويكمل تنفيذ. اذا طلع لا راح يعمل جمب عن هاي الجملة ومش راح ينفذها، وبالتالي هاي الجملة شباب هي اللي راح تكون مشروطة بهذا الكونديشن. اوكي شباب، الان بالمثال اللي امامنا في عندنا اف ستيتمنت الها بلوك بتكون او بيحتوي على ثلاثة جمل. اوكي لاحظوا هاي ستيتمنت وهاي ستيتمنت الثانية وهاي ستيتمنت الثالثة، لاحظوا كلهن الهن نفس الاندنت. الاندنت هو فراغ، طبعا هذا ممكن يكون تاب او فراغات سبيس عادية. اوكي طبعا لازم نوافق انه لما بدك تعمل فراغ لازم يكون متناسق، يعني كله تابات مثلا اوكي، او فراغات، يعني ممنوع يكون فراغات مره فراغات ومره تابات. اوكي وبالتالي في عندنا هون بلوك بتكون من ثلاثه جمل اوكي، وهي الجمل مشروطه بهذا الشرط. الان بناء عليه هذا هو البلوك تاعنا، هذول كل الجمل اللي تابعات للاف ستيتمنت. كيف عرفتن؟ من الاندنت، هذا من الفراغ. الان بناء عليه راح نيجي نفحص ايش بهاي الاف ستيتمنت، راح نيجي نفحص الشرط، هذا الكونديشن تاعنا. اذا الكونديشن ترو راح نروح ننفذ مين؟ هذا البلوك، وبعدين نكمل تنفيذ. اذا فحصنا الشرط اف سيلز اكبر من 50,000 وطلع فولس اوكي راح نطلع بالريت هذا البلوك. اوكي وبالتالي شباب هاي هيك الجمله الشرطيه هاي بتتنفذ.
الآن يا شباب عندنا بالبايثون عدد من الريليشنال اوبريتورز اللي من خلالها ممكن احنا نشكل الكونديشن. هاي الاوبريتور هي عبارة عن greater than، هيك شكلها، less than greater than or equal، اوكي less than or equal، equal لازم تنكتب اثنين، هاي هي دلالة على equal to، والnot equal هيك الشكل تاعها. وبالتالي شباب هذول عبارة عن الريليشنال اوبريتور. اوكي الآن في عندنا كمان if else structure، if else statement يا شباب. ال if else statement كيف السينتكس أو كيف الشكل تاعها؟ الشكل تاعها كالتالي، نكتب if متبوع بالكونديشن متبوع بنقطتين فوق بعض، بعدينك أوكي نكتب ال statement اللي تابعات لل if بالإندنت والفراغ المناسب، بعد هيك بنحط else، لاحظوا وين ال else بتيجي، على نفس مستوى ال if، else نقطتين فوق بعض بدناش ننسى. بعدينك يا شباب بنحط ال statements أو البلوك اللي تابع لمين؟ لل else تاعتنا، أوكي بالإندنت المناسب. أوكي وبالتالي بناء عليه كيف راح تتنفذ هاي ال if statement. أوكي أول ما نشوف if طوالي بنروح بنفحص الشرط، إذا الشرط true بننفذ الجمل اللي تابعة اللي موجودة ضمن اللي موجودة بالبلوك اللي تابع للإف، هذا إذا الكونديشن true. وبعد ما ننفذ هذا البلوك اللي تابع للشرط إذا كان أو للإف إذا كان true، بعد هيك بنعمل jump لوين؟ لبريت الإلس ومنكمل تنفيذ. أما إذا فحصنا الشرط، إذا جينا على الإف وفحصنا الشرط ولقيناه false، مباشرة وين بنروح؟ على جزء الإلس. أوكي إذا لقيناه false الآن شو بنيجي بنعمل؟ بننفذ الجمل اللي تابعة للإلس وبعد هيك بنكمل تنفيذنا. أوكي وبالتالي هيك الإف إلس ستراكشر وهيك الإف ستيتمنت بتتنفذ يا شباب. وبالتالي يا شباب إذا كان عندنا الكونديشن تاع الإف ستيتمنت ترو راح ننفذ هذا البلوك تمام، وبعدينك نعمل جمب لبعد البلوك اللي تابع للإلس. أما إذا كان الكونديشن فولس راح مباشرة ننفذ هذا البلوك اللي تابع للإلس وبعدينك نكمل تنفيذنا. أوكي وبالتالي شباب هيك الإف إلس ستيتمنت بتتنفذ. أوكي شباب أحيانا الشباب بالبايثون بنحتاج لنستد ديسيجن ستراكشرز. أوكي وبالتالي بهاي الحالة بيقدم لنا البايثون بيقدم لنا ستيتمنت اللي هي اسمها إف إلي إف إلس ستيتمنت. الآن كيف السينتكس لهاي الـ nested decision structure كالتالي. أوكي الآن if متبوعة بالشرط الأول، بعدينك البلوك اللي تابع لهذا الشرط الأول أو المشروط بالشرط الأول، بعدينك بنكتب إلى if، بعدينك بنكتب الكونديشن رقم 2 نقطتين فوق بعض، بعدينك بنكتب الستيتمنتس أو البلوك اللي تابع للكونديشن رقم 2، يعني بتنفذ اذا الكونديشن رقم 2 true. بعدينك بنكتب if قد ما بدنا، اوكي وبالاخير بنكتب else نقطتين فوق بعض. طبعا الالس الاخرانيه هاي اوبشنال، يعني ممكن تكون موجوده او ممكن ما تكون موجوده تمام. وبعدينك بالاخير بنكتب البلوك اللي تابع لاخر else تمام. فعليا يا شباب هيك ال if إلي if else statement تكتب بالبايثون. أوكي الآن السؤال تاعي كيف بتتنفذ هاي ال if؟ راح تتنفذ كما يلي. أول إشي يا شباب نيجي بنفحص الكونديشن الأول، إذا الكونديشن الأول كان true بننفذ البلوك اللي تابع له، وبعد ما نخلص هذا البلوك بنطلع بريت ال if إلي if else structure تمام. الآن سيناريو ثاني طلعوا والله. الآن إذا نيجي نفحص الكونديشن الأول، إذا الكونديشن الأول كان فولس بنروح على الجزء إيه؟ على الإلي إف. إذا الكونديشن الأول فولس بنروح على الإلي إف الإلي إف. الآن نيجي بنفحص إيش الكونديشن رقم الثاني رقم 2، نيجي بنفحصه إذا ترو بننفذ هاي الستيتمنت
وبعدين نعمل جمب لبعد الإلس. تمام؟ هالسيناريو الثاني. طبعا ممكن يكون سيناريو كالتالي، سيناريو آخر. نيجي بنفحص الكونديشن. إذا الكونديشن الأول إذا فولس بنروح على الـ ELIF. نرد بنفحص الكونديشن تاع الـ ELIF الثاني. إذا فولس وين بنروح؟ على الـ ELIF اللي وراها. ومظلنا هيك هيك لحديت ما ELIF كونديشن ELIF بيكون ترو بننفذ البلوك اللي تابع له. إذا ما لقينا ولا واحد ترو بنروح على آخر إلس اللي 100% راح تتنفذ، فراح ينفذ البلوك تاعها ويكمل تنفيذ. أوكي. وبالتالي شباب هذه عبارة عن الـ ELIF ELSE statement بلغة البايثون. الآن يا شباب ممكن نحتاج logical operators حتى نشكل condition تاعنا. أوكي. فاللوجيكال operators اللي موجودة بالبايثون هي AND تكتب AND، وOR تكتب OR، والثالثة هي NOT وتكتب NOT. أوكي، يعني ما إلها رموز فتكتب بالكلمات. أوكي، ولازم تكون يا شباب إيش small letter. الآن يا شباب بالبايثون ممكن نعرف متغير ونعطيه بوليان فاليو. طبعا البوليان فاليو بالبايثون هي إما ترو أو فولس. طبعا كيف تكتب ترو؟ أوكي، لازم الحرف الأول كابيتال لتر، والفولس نفس الإشي، لازم الحرف الأول اللي هو حرف الأف يكون كابيتال لتر. فلما تقول له هنجري إيكوال ترو، هاي شو راح تعمل؟ راح تنشئ لي فاريبل بالذاكرة، طبعا بوليان فاريبل قيمته ترو، ماشي، وراح يكون في ريفرنس اسمه هنجري. تمام، وهذا الريفرنس بيأشر على هذا الفاريبل اللي قيمته ايش ترو يا شباب. تمام، وبرضه سليبي ايكوال فولس راح تنشئ له متغير قيمته فولس. اوكي، وراح يكون عندي الريفرنس تاعه هو سليبي. وبالتالي يا شباب بدنا ننتبه بس اهم نقطه، البوليان فاليو اما ترو او فولس، ولازم حرف التي يكون كابيتال وحرف الاف يكون كابيتال. اوكي، الان يا شباب خلينا نكتب برنامج بتعلق بالجمل الشرطيه. فلو طلبت منكم التالي، قلت لكم بدي تكتبوا لي برنامج بايثون، هذا البرنامج بقرأ رقم فلوت وبفحص لي اذا نو بوزيتيف او نيجاتيف او صفر، وبالتالي راح احنا ندخل رقم والبرنامج تاعي بكتب لي كلمه بوزيتيف او بكتب لي كلمه نيجاتيف او بكتب لي انه هذا الرقم هو زيرو. اوكي، خلينا نشوف. الان مروا على البايثون. تمام، اكتب ايدي لي. اوكي، بتاكد انه بايثون 3.8 أو 3.9 حسب اللي أنتوا نزلتوه. أوكي، سابقاً نفتح الإيدلي. تمام، الآن نعمل ملف سكريبت نكتب فيه البرنامج تاعنا، نسيفه بالبداية، أقول له سيف example 3 بدي أسميه دوت باي، وبقول له على الديسكتوب وبسيفه. الآن بكتب البرنامج تاعي هيو example 3 دوت باي. الآن شو باجي بحكي له؟ بحكي له التالي. الآن بدي أقرأ رقم من وين؟ من الكيبورد. فبقول له، بقول بحكي له الآن أن بتساوي الرقم تاعي float. أوكي، فبقول له float لا input، طبعا control space، بعطينا الاقتراحات، بفتح قوس بقول له please enter the number. تمام، بتين فوق بعض وفراغ، وبسكر السترينج تاعيتي وبسكر الانبوت تاعي. هذا الانبوت راح يقرا لي رقم من الكيبورد كسترينج. ف اوكي، بعدين الرقم اللي بيرجع بيجي الفلوت فانكشن بحوله لفلوت فاليو، بعدين بتخزن بالان. اذا بعد تنفيذ هاي الجمله شو راح يكون؟ راح يكون قيمه ان الرقم اللي دخلناه كفلوت. تمام، الخطوه الثانيه بفحص ايش؟ بفحص الآن. الآن كالتالي، إذا إنه بوزيتيف أو نيجاتيف أو زيرو، معناها راح أستخدم if الإف إلس. تمام، فشو باجي بحكي له؟ بقول له if، لاحظوا من بداية السطر، أن أكبر من صفر، هيك معنى بوزيتيف، نقطتين فوق بعض إنتر، لحاله الكمبيوتر بضيف لإيش؟ الفراغ. هي لحاله. إذا مجرد ما حطينا نقطتين فوق بعض ضروري بحط له إنتر، الإيدلي تلقائي بيضيف الفراغ.
معناته الآن أنا بسكوب مين؟ أنا بنطاق مين الإف؟ يعني أي إشي بدك تكتبه هون تابع لهاي إيش؟ تابع لهاي الإف، تمام، تابع لهذا الشرط اللي هو أنا أكبر من الصفر. فأقول له print the number is positive، تمام، بسكر السترينج تاعيتي وبسكر الجوز تاع البرنت، بحط انتر. الان انا ما زلت بالسكوب تاع الاف، اي شيء بكتبه هون معناته تابع لمين؟ للاف. لكن انا بدي اكتب اي لاف، الاف ما بتكتب هون، نرجع لورا، فبرجع بالباك سبيس وبكتب الاف الاف، وبعدين بتبعه بكونديشن. الكونديشن تاع شو بحكي لي؟ اوكي، بدي اقول له اف ام اقل من صفر، نقطتين فوق بعض، انتر. لاحظ الان حط لي هو اندنت فراغ، طبعا اذا ما حط لي انا بحط، تمام، يعني اذا هو مثلا رجع هيك لسبب معين انت عملت باك سبيس، الان بحط له تاب فبحط لي بهذا المكان. من انت بانه اوكي لهذا الاندنت، الان شو بجي بحكي له؟ برنت the number is negative، وبسكر السترينج تاعيتي وبسكر البرنت، بحط انتر. لان اذا حطيت انتر راح ينزل لي لوين؟ لتحت البرنت، معناها انا هون بسكوب ال الاف. يا شباب اي شيء يكتب بالبدايه هون معناها هو بنطاق ال الاف، يعني تابع لل الاف. طيب هسه اذا اكبر من صفر بيطلع بوزيتيف، اذا اقل من صفر بيطلع نيجاتيف. طب اذا يساوي صفر، ما كل ارقام ما فيش اكبر واصغر ويساوي، يا بكتب ال اف كونديشن او بكتب else. اوكي، طبعا عملت باك سبيس، باجي بقول له else، ما منساش النقطتين، وبحط له انتر، وبقول له هون print the number is zero، تمام. انا بقول له انتر، هيك برنامجي خلص. لان اي شيء هون بكتبه تابع للالس، ترى اذا هسه بدك تطلع خارج نطاق الالس تعمل باك سبيس. الآن أنت خارج نطاق أو خارج البلوك تبع الإلس، لأن لو أكتب له print the end، طبعاً هاي إيش؟ هاي تعتبر خارج نطاق مين يا شباب؟ خارج نطاق الإلس، وبالتالي هي بريت الإف إل إف إلس، تمام. هلا نعمل run ونشوف شو بيطلع معنا. أوكي، لأن شو راح يصير بالضبط يا شباب؟ كالتالي، إذا أول ما تنفذ البرنامج راح يتنفذ هذا السكريبت تاعي، فراح يتنفذ من بأول سطر، فأول سطر هي عبارة عن هاي الجملة، لاحظوا ما في فراغات بالمرة على بداية السطر. أن إيكوال فلوت إنبوت، هي راح يطلب مني إدخال رقم، فأنا راح أقول له مثلا ناقص، راح أقول له ناقص 20.5 انتر، تمام، ناقص 20.5 راح تتحول، راح ترجع ك ك كسترينج، بعدين الفلوت راح يحولها لفلوت فاليو وخزنها بالان، فراح تتخزن بالان ناقص 20.5، تمام، راح يجي لهون على الاف ال اف الس. الان كالتالي، هل الناقص 20.5 اكبر من صفر؟ فوس، راح يروح على ال اف. هل الناقص اللي هو الان اللي هو الفاريبل ناقص 20.5 أقل من صفر؟ نعم، معناها راح يجي ينفذ لي هاي الجملة، فراح ينفذها bring the number is negative، فراح يكتب لي the number is negative. بعد هيك خلص، أوكي، خلص الـ LAF. الآن وين بروح؟ لبعد الجملة اللي تابع، لبعد الجملة اللي تلي البلوك تبع آخر else أو آخر LF تابع لهذا الستركتشر، وبالتالي راح يطلع على برا الآن. وين راح يصل؟ للبرنت تاعي ذا اند، معناها راح يكتب لي هنا ذا اند. اوكي، وبالتالي هذا برنامج اوكي نعطيه احنا رقم بفحص لي اذا انه بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو. نعمل رن مره ثانيه، بليز انتر نمبر، افرضوا انا دخلت مثلا 15.3، انتر، شو راح يصير؟ خزن ال 15.3 بالان. الآن هل الآن اللي هو 15.3 أكبر من الصفر؟ نعم، print the number is positive، فيكتب لي the number is positive، وبعدينك بطلع من الستركتشر كامل، الـ if إلى if else بطلع منه كامل.
لما يطلع منه راح يوصل برنت ذا انت فراح يطبع لي ذا انت. عملوا رن مره ثالثه هنا فرضو دخلنا صفر انتر نفس الاشي. اوكي هل صفر اكبر من صفر؟ فولس راح يروح على الالي اف. هل صفر اقل من صفر؟ فولس راح يروح على الالس. نعم راح تتحقق دائما هاي برنت ذا نمبر از زيرو راح يكتب لي ذا نمبر از زيرو بعدينك راح يكمل تنفيذ راح يقول لي هون برنت ذا انت فراح يكتب لي ايش يا شباب ذا انت. اوكي بالله يا شباب حاولوا هذا البرنامج تكتبوه انتو ماشي وجربوا لو حطينا هون البرنت شايفين حطيت تاب اوكي او حطيت انتر اوكي شو راح يصير وشو الاوتبوت اللي راح يصير معكم. بالله حاولوا تجربوا هذا المثال. الان لو سالتكم برينج ذا اند لمين تابعه اكيد راح تقولوا لي لمين للالس تمام. ليش؟ حسب الاندنتيشن اللي امامنا حسب الفراغات تاي اللي هون اوكي وبالتالي الفراغات مع بال 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 بالاف ستيتمنتس اوكي او بهذا الستركتشرز اللي هو ديسجن ستركتشرز اوكي له معاني اوكي وبالتالي شباب هذا هو معنى. اوكي الان يا شباب بالجزء الثاني من محاضرتنا راح نحكي عن جمل التكرار بلغات البايثون. اوكي لان اول جمله تكرار راح نحكي عنها هي عباره عن الواي لوب. والواي لوب بالبايثون يا شباب تكتب كالتالي واي متبوعه بكونديشن هذا جوابه يا ترو يا فولس بعدينك بنحط نقطتين فوق بعض بعدينك بنكتب الجمل اللي تابعه للوايل لوب تاعتي. اوكي الان هاي الوايل لوب كيف تنفذ؟ كالتالي بكل بساطه اول الكمبيوتر ما يشوف وايل لوب اول خطوه بفحص ايش الكونديشن. الكونديشن تاعي اذا ترو طوالي بتنفذ البلوك اللي تابع لمين للوايل. اذا الكونديشن ترو بتنفذ البلوك اللي تابع للوايل. بعد ما يخلص البلوك اللي تابع للوايل بنرجع بنفحص الكونديشن مره ثانيه. الان اذا الكونديشن ترو بننفذ البلوك اللي تابع للوايل مره ثانيه وبعدينك بعد ما نخلص هذا البلوك تنفيذ بنرجع للشرط وبنفحصه مره ثالثه. بعدينك اذا الكونديشن تاع ترو بننفذ البلوك اللي تابع للوايل لوب وبعد ما يخلص البلوك بنرجع على الكونديشن مرة أخرى ومنظلنا بنعمل بهذا الدوران حتى تيجي مرة من المرات نخلص البلوك وبنيجي بنفحص بنرجع بنفحص الكونديشن مرة أخرى. الآن إذا الكونديشن تاعي بعد ما فحصته طلع فولس طوالي الإكسكيوشن بطلع من الوايل لوب أوكي وبيجي تحت الجملة اللي تحت البلوك تاع هاي الوايل لوب وبيجي إيش بيكمل تنفيذ. هذا متى بصير؟ لما الشرط فولس. اوكي وبالتالي شباب الوايل لوب زي لغات البرمجه الثانيه كيف بتشتغل؟ هيك بشكل عام ما دام الشرط تاع ترو ما دام البلوك تاع هاي الوايل لوب بتنفذ اول ما نفحص الكونديشن ونلاقيه فولس طوالي بنطلع بريت هاي الوايل لوب. اما يا شباب النوع الثاني من جمل التكرار هي الفور لوب. اوكي الان كيف السنتكس للفور لوب؟ كالتالي نكتب فور بعدينك فاريبل اوكي ان بعدينك بنعطيه ليستد فاليوز ليستد قيم بعدينك بنحط نقطتين فوق بعض بعدينك بنكتب الجمل اللي بدنا اياها تتكرر. اوكي طبعا كيف بعرف الجمل التابعه للفور؟ من خلال الاندنتيشن. وبالتالي بما ان هذول الستيتمنتس مع الاتسترا هاي اوكي كلهن نفس الاندنت معناته هذول هن التابعات للفور لوب هاي وهون نفس الشيء برضه ستيتمنت 1 و 2 و 3 الى اخره برضه هاي تابعه للوايل. كيف عرفت من الاندنتيشن؟ اوكي لكن السؤال الان يا شباب كيف بتتنفذ هاي الفور لوب؟ لان بعد ما عرفنا شو هي الستيتمنتس اللي تابعه للفور لوب اوكي بامكاننا ننفذ هاي الفور لوب. الان راح تتنفذ راح يتنفذ هذا البلوك اللي تابع للفور لوب كم من مره؟ راح يتنفذ يا شباب بعدد الفاليوز اللي موجوده بالليست. يعني اذا في بالليست مثلا ثلاث قيم معناته هاي الفور لوب راح تتنفذ ثلاث مرات. اذا في بالليست هاي مثلا قيمتين معناته البلوك هذا راح يتنفذ مرتين. الان بعدد مرات التكرار
اوكي اللي هو حسب عدد الفاليوز اللي موجوده بالليسته راح يتنفذ هذا البلوك زي ما حكينا الان. لكن اول لفه اوكي راح تكون قيمه الفاريبل هذا اللي موجود بالفور لوب هي الفاليو 1. ثاني لفه اوكي او ثاني دوران او ثاني تنفيذ لهذا البلوك راح تكون قيمه الفاريبل هي الفاليو 2. ثالث لفه لتنفيذ هذا البلوك راح تكون قيمه الفاريبل هي الفاليو الثالثة طبعا إلى آخره حسب عدد الفاليوز. وبالتالي يا شباب راح يتنفذ هذا البلوك بعدد الفاليوز اللي موجودة داخل الليستة اللي بعد الان، يعني هاي الليستة، بحيث كل مرة قيمة كل دوران قيمة الفاريبلز بتساوي فاليو بالترتيب من هاي الليستة. الآن يا شباب خلينا نشوف هذا المثال. أوكي الآن هذا المثال في فكرة الفونكشن، هاي راح نشرحها لاحقا، لكن فعليا خلونا ننفذ هذا الجزء من الكود. تمام، هذا الجزء الباقي بتعلق بفونكشن وراح نحكي ان شاء الله عنه يعني بالفيديو القادم ان شاء الله. تمام، على كل حال لو قلت لكم نفذوا لي هذا البرنامج، البرنامج راح يتنفذ من هون، طبعا راح نشوف لاحقا ليش راح يتنفذ من هون. بس على كل حال print I will display the numbers from 1 through 5، راح يكتب لي هاي الجملة على الشاشة. بعدينك راح يجي هون على هاي الفور لوب. لو سألتكم شو الجملة التابعة لهاي الفور لوب، حسب الاندنت اللي موجود هون هاي هي الجملة اللي تابعة للفور لوب، معناته هاي الجملة يا شباب راح تتكرر عدد من المرات لأنها تابعة أكيد لفور لوب. تمام، الآن الفور لوب تاعيتي زي ما انتم شايفينها هون فور نم ان 1 2 3 4 5، هاي لستة، لاحظوا بين أقواس مربعة، هاي لستة مكونة من هاي الفاليوز 1 لحديت 5. اوكي معناته هاي الفور لوب يا شباب راح تتكرر، او هاي البرنت راح تتكرر 5 مرات. كيف عرفتها؟ لانه عدد الاليمنت باللستة 5. تمام، طيب يلا نفذوا لي هاي البرنت 5 مرات. برنت نم، اول مره قديش قيمه النم؟ قيمه النم 1، معناها برنت نم راح تطبع لي 1 على الشاشه. ثاني مرة قيمة النم هي 2، القيمة الثانية باللستة، فبرنت نم راح تكون 2. وثالث مرة قيمة النم 3، فبرنت نم راح تكون 3. رابع مرة قيمة النم 4، فبرنت نم 4. اللفة الأخيرة بالتنفيذ، أكيد هاي البرنت هي راح تتنفذ، أوكي؟ باللفة الأخيرة راح تكون قيمة النم 5. يلا نفذوا لي هذا البلوك اللي تابع لهذا الفور لوب، فبرنت نم راح تكون اكيد 100% 5. اوكي وبالتالي يا شباب هيك راح يكون الاوتبوت للبرنامج تاعنا. الان خلينا نشوف برنامج ثاني يا شباب. اوكي الان هذا البرنامج في فكره الفانكشن راح ان شاء الله نشرحها لاحقا. اوكي الان لو قلت لكم بس بدي منكم انه تنفذوا لي هاي الفور لوب وتشوفوا لي شو الاوتبوت تاعها. اوكي لان لو قلت لكم شو التابع للفور لوب، اكيد الجمله هاي، وبالتالي هي جمله واحده فقط، معناته هاي الجمله راح تتنفذ كم مره؟ راح تتنفذ، راح تتنفذ فور نيم ان، هاي الليسته مكونه من 3 قيم، معناته هاي البرنت راح تتنفذ 3 تايمز، 3 مرات. أول مرة راح تتنفذ راح تكون النيم، هذا هي الفاريبل equal وينكن. ثاني مرة قيمة النيم بلينكن، وثالث مرة قيمة النيم نم، هاي الستينج. تمام؟ طيب يلا نفذوا لي هاي البرنت 3 مرات. فأول مرة راح تكون قيمة النيم وينكن، معناها برنت نيم والنيم وينكن، معناها راح تطبع لي وينكن على الشاشة وتنزل صدر، هاي طلعت. اللفة الثانية راح بتنفيذ البلوك تاع الفور لوب راح تكون قيمه النيم بلينكن. اوكي يلا نفذوا لي البلوك تاع الفور، برنت نيم، شو النيم؟ بلينكن، معناها راح يطبع البلينكن على الشاشه. طيب الان نفذوا لي البرنت تايم مره ثالثه، لانها فور لوب راح تكرر 3 مرات، اذا راح ننفذ الفور لوب مره ثالثه. الان برنت نيم، شو قيمه النيم باللفه الثالثه؟ راح تكون نود، معناها برنت نود، فراح يطبع لي نود على الشاشه. وبالتالي شباب هذا هو الاوتبوت لهاي الفور لوب. اوكي الان يا شباب ممكن احيانا نحتاج لسته طويله،
مكونة من أرقام. فمثلا لو قلت لكم بدي لستة من 1 لـ100، فرح تفتح لي لستة هي 1، 2، 3، رح تظل تكتب مش معقول توصل لـ100. أوكي، طيب اللستة إذا فيها 1000 عنصر مش معقول أكتب من 1 لـ1000. أوكي، ففي عندنا فانكشن اسمه رينج. أوكي، رينج بيستقبل قيمة، هذا الفانكشن اللي اسمه رينج. أوكي، وبرجع لي هو لستة، وبالتالي بدل أنا ما أصير أكتب اللستة مانيولي بإيدي، يعني بصير أكتب هذا الفانكشن اللي أو أستدعي هذا الفانكشن اللي اسمه رينج. الآن هذا الفانكشن بيعمل جنريت لا سيكونس أوف إنتجرز، ماشي، هاي هي النقطة، بيعمل لي هذا الفانكشن اللي اسمه رينج لا سيكونس أوف إنتجر إن رينج أوف 0 لـ5. طبعا 5 مش داخله، معناته هذا الرينج راح يرجع لي لستة او راح يرجع لي سيكونس اوف انتجر من 0 لـ4. طبعا 0 داخله والأربعة داخله، او من 0 لـ5، الخمسة مش داخله، يعني راح يرجع لي لستة 0 و1 و2 و3 و4. وبالتالي هاي الفور لوب اكمل مره راح تتنفذ، راح تتنفذ بعدد العناصر اللي موجودة داخل هاي السيكونس أو هاي اللستة. طب قديش عدد العناصر من 0 لـ4؟ 5 عناصر ترى. أوكي، 5 عناصر. بس شو القيم اللي راح تكون؟ أول مرة قيمة النم 0، ثاني مرة قيمة النم 1، ثالث مرة 2، رابع مرة 3، خامس مرة 4. أوكي، الآن يعني بدال إحنا ما نكتب for num in 0 1 2 3 4 print num، يعني مشان نطبع الأعداد من 0 لـ4، بإمكاننا نستعين عن هاي الليستة بهذا الفانكشن اللي اسمه range. طبعا ما ندير بالنا ما من نكتب له range، هذا function أقواسه دائرية، ما من نكتب له هيك أقواس مربعة، هذا غلط، هذا function. تمام، فبكتب له range of 5، فبرجع لي لستة من 0 لـ4، يعني هاي تكافئ هاي الرينج تكافئ هاي اللستة. أوكي، الآن يا شباب ممكن الرينج يكون له أكثر من باراميتر، فمثلا ممكن نحكي له كالتالي range 1 5. هاي شو راح تعمل لي؟ هاي راح ترجع لي sequence مكون من الأرقام 1 و2 و3 و4. أوكي، يعني ممكن نعطيه البداية، إذا ما أعطيناه الستارت إحنا فبيبدأ هو من 0، إذا أعطيناه 1 يعني أو رقم أي رقم فراح يكون هاي هي عبارة عن نقطة البداية. فمنقول من 1 لـ5 معناته هذا الرينج راح تعطيني سيكونس 1 و2 و3 و4، 5 مش داخل. أما إذا قلنا له رينج 1 10 2، أوكي، هاي شو معناها؟ هاي رايح ترجع لي سيكونس مكون من الأرقام التالية، 1 اللي هي عبارة عن بداية السيكونس، أوكي، وعشرة لحديت 10 اللي هي عبارة عن نهاية السيكونس، والاثنين الشباب هاي بتمثل الستب، أوكي، اللي هو الخطوات. وبالتالي راح ترجع لي هاي الرينج التالي، راح ترجع لي 1 متبوع بـ1 زائد 2 3، بعدينك 3 زائد 2 5، بعدينك 5 زائد 2 7، بعدينك 7 زائد 2 9، لحديت 10 مش داخلة، طبعا 9 زائد 2 11 11 أكبر من 10، معناته خلص، معناها السيكونس اللي راح يرجع لي هو 1 3 5 7 9. وبالتالي إذا كتبنا رينج ويلو 3 باراميتر راح تكون هاي هي نقطة البداية، أوكي، هاي عبارة عن starting value of sequence، وهاي العشرة هي عبارة is the ending limit of the list، تمام، والاثنين اللي هي the step value، هاي الاثنين. وبالتالي معناته راح ترجع للأرقام 1 3 5 7 9. طيب وبالتالي لو قلت لكم هاي الفور لوب اللي أمامنا، اوكي، شو الاوتبوت تاعها؟ لاحظوا هاي البرنت هي اللي تابعه للفور لوب، كيف عرفت؟ من الاندنتر. طيب وبالتالي
هاي البرنت راح تتنفذ كم من مرة؟ 1 3 5 7 9، يعني 1 2 3، يعني 5 مرات راح تتنفذ. طيب يلا أول مرة شو راح تكون قيمة النم؟ راح تكون 1. طب نفذول اللي داخل الفور لوب، برنت نم، برنت 1. طيب لف الثانية راح تكون قيمة النم 3. طيب برنت نم 3. واللف الرابعة راح الثالثة راح تكون 5 قيمة النم، برنت نم راح 5. اللفة الرابعة راح تكون قيمة النم 7 فبرنت نم 7. واللفة الأخيرة راح تكون قيمة النم 9 فبرنت نم اوكي راح تكون 9. وبالتالي هيك راح يكون الاوتبوت لهاي الفور لوب. الان يا شباب عندنا بالبايثون عدد من الاوبريتور زي لغات البرمجة الثانية اللي بامكاننا نستخدمها، بنسميها augmented assignment operators. منها مثلا اللي هي البلس ايكوال، اوكي فمثلا لو قلنا x بلس ايكوال 5 هاي تكافئ x ايكوال x زائد 5، اوكي يعني هاي راح تضيف لي 5 على الاكس. ماينس ايكوال هاي كالتالي تكتب y ماينس ايكوال 2، هاي راح تطرح لي 2 من الواي هيك معناها، وبالتالي تكافئ y ايكوال y ماينس 2. وفي عندنا ضرب ايكوال، قسمي ايكوال، وموديولس ايكوال، كلهن على ايش؟ على نفس المبدا. الان يا شباب لما يكون عندنا لوب انسايد انذر لوب، هاي ايش بنحكي عنها؟ نستد لوب. اوكي فاحيانا ممكن في بعض البرامج نحتاج نكتب فوق لوب داخل لوب داخل لوب، وبالتالي بهاي الحاله هذا بنحكي عنه نستد لوب. خلينا نشوف المثال الامام. لاحظوا يا شباب عندنا فور جواته فور، طبعا كيف عرفتوا جواته؟ من خلال هذا الاندنتد. وهون في جواته فور جواته هاي الفور، وفي برنت جواته هاي الفور. فبالتالي من خلال الفراغات او الاندنتد هذا الموجود عندي، هاي البرنت تابعة لمين؟ لهاي الفور. هسا هاي الفور إذا ملاحظين تابع أو داخل هاي الفور، صح؟ بس هاي الفور لاحظوا في هون اندنت، معناته هاي الفور جوات أوكي هاي الفور اللي موجودة عندي هون، تمام؟ وبالتالي هاي بنسميها احنا بهاي الحالة نستد فور. فبالتالي لو عملنا رن لهذا البرنامج، طبعا هذا راح يطبع لي 0 0 0 0 0 1 0 0 2 لحد 23 59 59، يعني هذا كأنه بعد الساعات، اوكي يعني بداية من الساعة 0 0 0 لحد الساعة 23 59 59. اوكي بالله لو سمحتوا حاولوا تتبعوا هذا البرنامج وتكتبوه وشوفوا شو الاوتبوت تاعه. اوكي الان في عندنا هنا مثال ثاني. هذا المثال الثاني يا شباب بيطبع لي هذا البرنامج، بيطبع لي rectangular button of asterisk. اوكي يعني ايش بيطبع لي؟ يعني بيطبع لي شكل مستطيل مكون من النجوم. وبالتالي فانه هذا البرنامج يا شباب بيقرا اوكي عدد الصفوف من اليوزر وبيخزنها بالروز، وبقرأ عدد الأعمدة من اليوزر أوكي وبيخزنها بالكولومز. بعدينك بعمل فور لوب، نستد فور لوب، فور لوب جوات فور لوب، وبطبع لي نجم بحيث إنه هذول الفور لوب وما بداخلها راح تطبع لي اللي هو راح تطبع لي نمط مستطيل مكون من هاي النجوم، أوكي عدد الصفوف تاعه محدد بالروز وعدد الكولومز تاعه محدد بعدد الأعمدة. الآن خلينا نتبع هذا البرنامج ونشوف شو بيطلع معنا الأوتبوت. لكن يا شباب قبل ما نتبع خلينا نشوف هاي نستد فور لوب ونحللها. الآن لو قلت لكم الفور لوب هاي هون الفور سي ان رينج كولوم شو تابع لها؟ هون في اندنت، فبالتالي هاي البرنت يا شباب هي اللي تابع لهاي الفور لوب الداخلية، معناته هاي الفور لوب راح تتنفذ بعدد تكرار هاي البرنت عفوا اوكي راح تتنفذ بعدد تكرارات الفور لوب اللي هي الفور سي. ممتاز. الآن الفور لوب الخارجية شو تابع لها؟ في هون اندنت، الفور لوب الخارجية تابع لها هاي الفور لوب، الفور لوب الخارجية في هون اندنت، معناته هاي الفور لوب وتوابعها تابع لها،
وكمان البرنت لاحظوا فيه هون اندنت معناته هاي البرنت كمان تابع لهاي الفور لوب، وبالتالي هذا الجزء اوكي هذا الجزء للفور لوب مع البرنت هي اللي راح تتكرر عدد من المرات حسب هاي الفور لوب. اوكي الان لو عملنا رن لهذا البرنامج، طبعا البرنامج تاعي راح يتنفذ من هون، طبعا هاي الارقام زي ما حكينا هي مش جزء من البرنامج، فراح يتنفذ البرنامج تاعي. هاف كومنت هاف كومنت. الان روز ايكوال انتجر انبوت هاو ماني رو، راح يكتب لي هاو ماني رو على الشاشه، راح يستلم من اليوزر يدخل رقم، راح يدخل اليوزر رقم 5 اللي عدد الصفوف، فخمسة راح تتحول لانتجر راح تتخزن بالروز. اذا الان قيمه الروز قديش؟ 5. الآن صار قيمته 5، 5 انتجر. كولوم ايكوال انتجر انبوت هاو ماني كولوم، راح يطلع لي هاو ماني كولوم على الشاشة، فاليوزر راح هون يدخل 10 كمثال، فلما احط انتر ال10 راح الانبوت ترجع لي 10، بس ال10 راح تكون كسترينج ماشي، وبعدين الانتجر فانكشن هذا بيحول لي اياها الى انتجر عادية وبخزن اياها بالكولومز، فالكولومز فاريبل قديش راح يصير قيمته؟ هذا راح يأشر على متغير قيمته 10. تمام. الآن بعد هيك وين راح نروح؟ راح نروح على الفور لوب تاعتنا. الآن لاحظوا الفور لوب for r in range r، هذا variable احنا عرفناه for r in range of rows، قديش قيمة الروز؟ 5، معناها range of rows راح تعطيني sequence مكونة من 5 عناصر ترى، بس العناصر هي من 0 لقديش؟ لا 4، معناته هاي الرينج راح تطلع لي sequence راح يكون فيها 0 و1 و2 وثلاثة وأربعة، طبعا هن 5 أوكي 0 و1، بس راح يكون قيمة 0 1 2 3 4 أوكي. فالفور لوب إذا هاي الخارجية راح تتنفذ كم مرة؟ راح تتنفذ 5 مرات. أول مرة قيمة الآر 0، ثاني مرة 1، ثالث مرة 2، بعدينك 4، بعدينك 5، معناها هاي الفور لوب راح إذا هذا الجزء راح يتكرر 5 مرات اللي هو حسب عدد الروز. تمام؟ حسب number of rows. تمام؟ يلا نفذوا لي هذا الجزء 5 مرات. فكل مرة من إذا بننفذه أول مرة، وثانية مرة، ثالث مرة، ورابع مرة، وخامس مرة. يلا أول مرة إذا خليني بس أعطيك سهم. هاي أول مرة. طبعاً أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة. طبعا ننتبه أول مرة أنا قاعد بتبع وبدي أشوف شو الأوتبوت تبع. أول مرة قيمة الآر قديش؟ 0. ثاني مرة قيمة الآر 1، لحديت آخر مرة قيمة الآر 4. الآر هو فاريبل إحنا لما كتبنا الفور لوب إيش؟ حطينا. تمام يلا نفذوا لي أول مرة قيمة الآر 0، نفذوا هذا البلوك باللون الأزرق الغامق، نفذوه 5 مرات. يلا نفذوا لي أول مرة منه. جينا جوا فور لوب فور سي إن رينج كولوم أوف 0. هسا الرينج كولومز هذا شو بيرجع؟ راح يرجع سيكونس أوكي سيكونس كولوم اوف رينج اوف كولوم، كولوم قديش قيمته 10، فراح يرجع لي سيكونس مكون من 10 عناصر هي 0 1 2 لحد 9، اذا راح يرجع لي من 0 1 لحد 9. اذا معناته هاي الفور لوب، هاي البرنت اللي جويت الفور لوب راح تتكرر 10 مرات من 0 ل 9 10. طيب يلا نفذوا لي البرنت هاي 10 مرات. أول مرة قيمة السي 0، بعدين قيمة السي 1 إلى آخره. فأول مرة برنت ستار، إذا راح يطبع الستار، هاي هالستار. والإنت عدته فتتكون يعني المؤشر راح إيش يظل بجنب الستار، يعني هون راح يجي. ثاني مرة، أوكي خلصت جوات البرنت، يلا نفذوها مرة ثانية، وثالثة لحديت 10 مرات، لحديت يعني
سي ايكوال 9، وبالتالي كل مره راح يطبع نجمه ويمشي لقدام، يطبع نجمه ويمشي للخطوه، وبالتالي هذا شو راح يضمن لي؟ انه اول لفه راح نطبع 10 نجوم. خلص هسه باخر اخر لفه لما سي ايكوال 9 اوكي راح تطبع برنت ستار ان، فبالتالي راح يطبع ستار ومؤشر الكتابه وين يكون؟ بالجنب هون. طيب الان خلصت الفور لوب، خلص بنطلع لبرا بس بدنا ننفذ نكمل البلوك تاعنا باللون الازرق الغامق. يجينا هون وهنا برنت، هل برنت لحالها بدون اي شيء راح تنزل لنا سطر، وبالتالي راح تنزل مؤشر الكتابه لوين؟ لتحت. اذا الفور لوب الداخليه راح تطبع النجمه بعدد الكولم، يعني هون راح تطبع 10 مرات جنب بعض. بعدينك البرنت ايكوال قديش؟ البرنت اوكي بعد ما طبعا 10 مرات، بعدينك البرنت هاي بتضمن لي انه ننزل على بدايه السطر الجديد، فكل مره داخل الفور لوب الخارج الفور لوب الخارجي بتطبع لي 10 نجوم وتنزل لتحت. اوكي الان يلا اذا هاي نفذناها لما ار ايكوال 0، نفذوها لما ار ايكوال 1 راح يطلع لي هذا وينزل المؤشر لتحت، كرروا لي هاي، ولما ار 2 ولما ار 3 ولما ار 4 برضه هاي لما ار 2 راح تطبع لي هاي وينزل مؤشر سطر، راح يطبع لي هاي الفور لوب الداخليه فور سي راح تطبع لي 10 راح تنزل سطر البرنت هاي، وبالاخير لما ار ايكوال 4 فور لوب الفور سي راح تطبع لي 10 نجم اوكي، والبرنت تاعي راح تنزلني سطر. وبالتالي شباب هيك راح يكون الاوتبوت للبرنامج تاعنا. بالله بدي تكتبوه بايدكم تتبعوه وشوفوا كيف بيطلع الاوتبوت. اوكي اوكي يا شباب الان خلينا نكتب برنامج. هذا البرنامج يا شباب شو بعمل؟ بيطبع لي مجموع الاعداد اللي بتقبل القسمه على 7 اوكي، مجموع الاعداد اللي بتقبل القسمه على 7 من 1 ل 100 اوكي، يعني بدي اشوف الاعداد من 1 ل 100 تمام، وشوف واجمع الاعداد اللي بتقبل القسمه على 7 ضمن هذا الرينج تمام. خلينا نشغل الايديلي اوكي حسب اخر نسخه منزلينها. انا بعمل برنامج سكريبت تمام، لو اسميه اكزامبل اكزامبل 4 بايثون واحطه وين؟ على الديسكتوب تمام. هايس انا بدي اكتب البرنامج تاعي اوكي، وشو عمل قلنا؟ بدنا نجمع الأعداد اللي بتقبل القسمة على 7 من 1 ل 100، بدنا نجمعهم جمع. طيب الآن تمام، بما إنه بدنا نجمعهم يا شباب معناها بدنا نعرف فاريبل أوكي اسمه صم، وهذا بدي أحط فيه النتيجة. يعني انتبهوا الخوارزمية شو بتحكي لي؟ بكل بساطة بعمل فور لوب مشان أمشي على كل الأعداد من 1 ل 100، إذا العدد بقبل القسمة على 7 اوكي بجمعه وين؟ وبضيفه بجمعه وبضيفه وين؟ على الفاريبل اللي اسمه الصم، وهذا بالاخير هو اللي رايح اطبعه. وبالتالي شو راح نعمل؟ نعرف صم او اس ايكوال 0 تمام، هذا الفاريبل اللي ايش بدنا نعمل؟ اللي بنخزن فيه المجموع، او خلينا نسميه صم عادي ما في مشكله. اس صم بتكون فاريبل. هذا الخطوة اللي وراها شو باجي بعمل؟ بقول له التالي، بقول له فور اوكي، طبعا اذا بدكم اوتو كومبليت بتقولوا له اف اوكي اف او وكنترول سبيس، فبطلع لي لسته، فبختار الفور. بعدينك بفتح قوس او عفوا بدون اقواس، احنا بايثون ما في داعي. بعدينك بختار اسم متغير مثلا بقول له اي ان. طيب لسته من 1 ل 100 مش راح افتح لسته هيك واكتب 1 2 3 لحد 100 مش منطق، فبستخدم فانكشن الرينج ميثود الرينج، فبقول له رينج ار اي حط له كنترول سبيس فبعطيني هاي رينج. بعدينك بفتح قوس الرينج تاعي ممكن ياخذ عده بارامتر. طيب فشو باجي بقول له؟ بدي من 1 ل 100 معناها ببدا ب 1 وبنتهي بقديش؟ إذا قلت له 100، ال 100 مش راح تكون داخله، فراح أقول له 101 مثلا. الستب بدي إياها 1، فأصلا هي باي ديفولت 1. إذا بحط بسكر الفور، بحط نقطتين فوق، بسكر الرينج عفوا، الآن بنحط نقطتين فوق بعض وبحط إنتر، فأنا الآن صرت أوريدي وين؟ بالسكوب
او بالبلوك تاع الفور لوب. معناها هاي الفور لوب يا شباب راح تتكرر من 1 ل 101، معناها راح تتكرر 100 مره. اول مره قيمه الاي 1، ثاني مره قيمه الاي 2، ثالث مره قيمه الاي 3، لحديت اخر مره قيمه الاي 100. طيب الان شو بجي بحكي له؟ كالتالي الان كل اي بفحصه هل بقبل القسمه على 7 ولا لا، بقول له ايش معنى بقبل القسمه على 7؟ باقي قسمته على 7 تساوي 0. فبقول له اف كونديشن تاعه شو راح يكون؟ اي موديولس السبعة. اذا ايكوال 0 معناها 100%، بحط نقطتين فوق بعد ما ننسى وبنحط انتر. الان احنا بسكوب الاف، لاحظوا اوكي، يعني عندنا بالبايثون ما بنحط ليفت بريس ورايت بريس زي لغه السي بلس بلس او الجافا او السي شارب، لا نحط انتر. فبالتالي يعني من خلال العين هيك انت لما تمشي عليه تعمل له سكاننج بعينك بتعرف انه هاي جمله تابعه لمين وهاي تابعه لمين. اوكي، فاذا الرقم اذا اي موديولس ما بدي اطبعه انا، شو بدي اعمل يا شباب فيه؟ بدي اضيفه على الصم. فبقول له صم ايكوال صم زائد اي، انا بدي اجمع الارقام اذا بتقبل القسمه على 7. فالان راح تضاف الاي او بقول له صم بلس ايكوال اي، ما في مشكله، يعني ممكن احطه ككومنت اقول له صم بلس ايكوال، يعني هي الثنتين صح. طيب الان بحط انتر، خلاص الان جمعنا. الان بدي اطبع، بطبع هون؟ لا انا ما بدي اطبع الارقام، بدي اطبع مجموع الارقام. اوكي، اذا بدي اطبع الارقام بصير ممكن اقول له انا برنت اي هون كل مره، اذا الموديولس 7 ايكوال 0 راح يجمع الاي على الصم وبعدين راح يطبع الاي، يعني راح نطبع الارقام. طيب إذا بدناش البرنت اي من جيم، الآن وين هاي البرنت؟ بس لحظة، هاي البرنت جوات الاف، شايفين؟ البرنت هاي جوات الاف ستيتمنت. خلص الآن بحط انتر، الآن أنا بالسكوب الاف، خلص أنا بديش الاف، بدي أطلع من السكوب، بحط باك سبيس. فالباك سبيس الآن وين أنا صرت؟ باللوب تاعي، بالفور لوب، ماشي؟ أنا بسكوب الفور لوب الآن موجود، فأي جملة بطبعها راح تتنفذ داخل الفور. الآن خلص أنا بدي أطلع من الفور، فبعمل باك سبيس، بصير داخل نطاق الفانكشن أو داخل نطاق المين خلينا نقول. أوكي؟ فالآن بدي أطبع السم، بقول له برنت، بعدين بقول له ذا سم إز أو ذا سم إيكوال، بسكرها، بحط فاصلة وبعطيه إيش؟ السم فاريبل. وبسكر القوس. تمام؟ خلينا نعمل له ران بالله ونشوف شو بيطلع. ليون تو سيف يس. هيو. طبعا اعطاني الارقام اللي بتقبل، هيو. طبعا كل مره فور لوب مشى من 1 ل 100 ترى. يعني 1 2 3 لحديت 100. لان كل مره فحص الاي اللي هي اول مره 1 و2 بعدين اكو 3. كل مره بشوف باقي قسمته على 7. إذا باقي قسمته على 7 0 معناته هذا الرقم بيقبل القسمة على 7. فكل مرة كان يجي يجمع الآي ويضيفه على الصم ويطبع هذا الآي، فطبع لي الصم 14. الآن بالأخير لما خلصت الفور لوب كاملة طبع لي تحت ذا صم إيكوال 735. أوكي، وبالتالي شباب هذا برنامج بيوضح لنا أوكي كيف نستخدم الجمل التكرار. طبعا بالبيت والله حاولوا تكتبوا هذا البرنامج، اعملوا له رن اوكي، وحاولوا كمان يا شباب انتبهوا حطوا هنا تاب، شوفوا لو هيك نعمل شو بيطلع لي. تمام اوكي، وبهيك بكون يا شباب خلصنا هذا الشابتر، ويعطيكم الف عافيه.